تتعثر المفاوضات مرة جديدة لإنهاء الحرب وسط آمال بعيدة متزايدة بالوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة ليستمر في القطاع كابوس القتل والمرض والدمار والنزوح القسري. وفيما يعيش العالم العربي والإسلامي عموماً أجواء عيد منقوصة بسبب المآسي في غزة، تستمر الحرب من دون أن يلوح حل في الأفق، ويسقط اليوم أول طفل بسبب المجاعة والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية بغزة إلى 40. سنبدأ الحلقة بالمشهد الميداني بغزة وننتقل بعدها إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية التي تشهد أقوى التوترات الأمنية وشد الحبال السياسية، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة بأي لحظة. ونختم مع المشهد الأوكراني الروسي الذي لا يقل سخونة بالجبهة المقابلة من الكرة الأرضية. لنبدأ بميدانيات غزة، نرحب بلواء الدكتور سيد غنيم زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع، والأستاذ زائر بنيتو والأكاديمية العسكرية ببروكسل. لا نحكي بداية عن تطورات المشهد بغزة اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك فندم، منورة حضرتك دائما. في القطاع غزة كما نعلم أن القصف مستمر، فضلا أن الاشتباك عاد مرة أخرى نسبيا في الشمال، تحديدا في حي الصبرة وحي الزيتون وبعض المناطق المحيطة. ما زال برضو اشتباكات، أيضا اشتباكات قليلة في المنتصف مع كثافة الاشتباكات في رفح. ما يلفت النظر، يمكن أنا ذكرت من أكثر من يعني قبل بالضبط تحديدا عملية إنقاذ الرهائن بواسطة الجانب الإسرائيلي، أن كانت الفرقة 98 إبرار جوي كان إعادة تجميعها في وسط القطاع، ويرجح أنها ستنتقل إلى جنوب القطاع لكثافة القتال في رفح. يتبقى لدينا اللواء 460 في الشمال، أما المستجد وهو مهم الغاية، أن في لواءين وهو الثالث والثامن من الفرقة 91 مشال يدفع إقليمي، بدأوا يدخلوا القطاع علشان يأمرنوا محور نتسريم. في نفس الوقت بدأ في قتال يظهر جنوب مخيم الشبورة في رفح، كان ظهر من فترة ثم عاد مرة أخرى بواسطة الجانب الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية الموجودة. ومن هنا بنلاقي في توازن في الاشتباكات وفي نفس الوقت في إعادة انتشار لبعض القوى. طيب بالنسبة لنتسريم اللي ذكرتها حضرتك، هل دخول اللواءين لنتسريم يعني عدم النية بالانسحاب كليا لاحقا؟ خلينا أقول يعني أمرين. الأمر الأول تفضلت به حضرتك، أعتقد كذلك، خاصة إن نتسريم كما نتصور إنه أصبح أحد منطقتين أو أكثر من منطقتين عازلتين في قطاع غزة سيتم الإبقاء عليهم. فإذا على الأقل ستتواجد القوات التي تسيطر على المناطق العازلة من ضمنها محور نتسريم وأظن محور فيلادلفي. فإذا هذا سبب. المدى الثاني أو الذي يلفت نظر حضرتك، اللواءين دول تبع الفرقة 91. الفرقة 91 أصلا منطقة عملها ضمن المنطقة الشمالية في الشمال، هي موجودة ضمن التجميع العملية الاستراتيجي في الشمال، شمال القطاع. أيوة، شمال إسرائيل، شمال إسرائيل وليس شمال القطاع. بالضبط كده فندم. أما كان احنا بنحاول نتقصى دلوقتي، هل هم جم من الشمال مباشرة أم كانوا موجودين من ضمن الاحتياطي التعبوي خارج القطاع؟ ليس معلوما. لا أعتقد أنهم كانوا خارجه. إنما الفكرة لماذا تم دفعهم؟ هل هذا يعني أن ما زال التركيز المجهود الرئيسي على حساب الشمال اللي هو شمال إسرائيل ما زال في قطاع غزة؟ أم أن هذا التجميع الاستراتيجي القتالي للقوات الإسرائيلية متزن ويسمح بالاستغناء عن لواءين قيادة فرقتهم موجودة في الشمال؟ إذا كنت عم بفهم بشكل دقيق دكتور، شمال إسرائيل قصدك على حدود لبنان، على حدود لبنان. بالضبط فندم. ولكن نحن سمعنا طبعا، رح نحكي يمكن خلال الحلقة بهذا الموضوع إذا تسنلنا لأنه هذا خارج الميدانيات، ولكن سمعنا قاضي بالجيش الإسرائيلي عم بيطالبوا بإنهاء غزة سريعا حتى يتفرغوا للجبهة الشمالية. شوفي، لو قلنا ان ما يتم الاحدوات ليه معنيين زي ما قلت لحضرتك، المعنى الاول ان لا نحتاج هذين اللواءين ليعملوا شمال اسرائيل، او انهم
محتاجينهم طبقا التصريح الذي ذكر كما تفضلتي لسرعة إنهاء القتال. أنا لما بدخل لواءين دول من الخارج معناها إيه؟ إلى اتجاه نسرين، معناها إن القوات اللي موجودة في المنتصف، وإحنا دلوقتي فضلنا اللي هو 460 فوق اللي ده الوحيد لم نرصده يخرج فوق في الشمال، في شمال قطاع غزة، تمام فندم؟ يبقى معناها إن معظم القوات اللي موجودة في الشمال وفي المنتصف حوالين محور نسرين قد يعاد تمركزها في رفح أو جزء منها على الأقل مع قيادة الفرقة 98. الذي يعني أمرين، الأمر الأول إنهاء العمليات والقضاء على أكبر قدر من الكتائب التي يسموها كتائب أو لواءات خاصة بالفصائل الفلسطينية طبقا وجهة النظر الإسرائيلية، وإنقاذ الرهائن، وهذا مدعى أيضا القوات الخاصة بالتعاون مع القوات المتخصصة في إنقاذ الرهائن أيضا في الجنوب وليس الوسط فقط. سأعود إلى هذه النقطة لأن كان عليها يعني مقولات خليني سميها إسرائيلية خلال الساعات الماضية، ولكن أشرت حضرتك لمخيم الشبورة في رفح. صحيح. شو أهمية هذا المخيم؟ كويس. تفتكر حضرتك كان أول كان دايما نقول إيه؟ يبعت قوات في اتجاه محور فيلادلفيا وترجع تاني. محور فيلادلفيا يمر برفح. ثم أول قوات دفعها بالفعل كانت تتوغل دون قتال مباشر مع الفصائل الفلسطينية. ثم أول قتال مباشر كان شرق مخيم الشبورة، ثم انتقل إلى مخيم بيا، وانتقل إلى المواصي، وبدأ يقاتل هنا وهناك، ثم عاد مرة أخرى، وده موضوعنا اليوم، إلى الجنوب. هنا سؤال حضرتك. نعم. فقد يكون معناه الآتي، إنه هو من وجهة نظر إسرائيل يستكمل القضاء على 3 إلى 4 كتيبة من الفصائل الفلسطينية، أو إن النشاط عاد مرة أخرى الفلسطيني في هذا المخيم، وقد تخيل كما حصل في الشمال إن قد تخيل إن هم دول متبقين، خلينا نروح أقضي عليهم عشان نكون خلصت على الكتائب. طيب بالنسبة لي 3-4 كتائب، يعني ذكرتنا القصيرة قبل اجتياح رفح كان نتنياهو والقيادات الإسرائيلية تقول إن هناك لم يتبقى سوى 4 كتائب لحماس برفح. صح. وهو لازم يدخل رفح حتى يقضي عليها. اليوم عم بيقولوا المقولات الإسرائيلية وليست من بشكل رسمي ولكن تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم القضاء على ما بين 3-4 كتائب فلسطينية داخل رفح. إذا هيدا هو الحقيقة يعني خلصنا عملية، يعني إسرائيل انتصرت في الجنوب من وجهة نظرهم. نعم. إنما برجع تاني، يبقى هنا ممكن تعالي نفترض كل الافتراضات. أنا زي ما قلت لحضرتك مش بكتب أي تصريح. نعم. هنفترض إن هذا التصريح سليم، وارجع تاني للواء الثالث واللواء الثامن اللي تم تكلفهم بالدخول على محور نسرين وتأمينه. لو كان هذا صحيح، ولو كان تم القضاء على الفعل بالفعل على الكتائب الفلسطينية الفصائل الفلسطينية المتبقية كما يقولون، وهيبقى الباقي جيوب مقاومة، إذن هذين اللواءين سيستمر في السيطرة على محور نسرين، هو اللواء الثالث والثامن من فرقة 91 مشاة اللي هي تبع قيادة المنطقة الشمالية على حدود لبنان. نعم. وإذن يتبقى القوات الخاصة زي ما قلت تنزل بتكمل نسبيا، قد تقود هي العمليات جنوب القطاع، ويتم سحب القوات التقليدية الخاصة بالفرقة 162 مدرعة اللي موجودة في الجنوب، والقوات الخاصة التابعة للفرقة 99 مشاة الموجودة في المنتصف. قد يكون كذلك. لو لم يكن كذلك فهو مجرد محاولة لاستمرار استنزاف الفصائل الفلسطينية.